يعني هيك او تريكس اند تيبس اند تريكس على الارثروفايبروز هاو تو بريفنت اند هاو تو تريت. يعني هناخد الشولدر من منظور انا النهارده لو عندي ستيف شولدر او جاي لي عيان عامل كوكا في بير عيان عامل بارك في بير عيان عنده فراكشر كلاسيك سوبر كوندايتال فراكشر فراكشر شافت هيومرس هاو تو بريفنت اند هاو تو تريت الارثروفايبروز او الستيفنس زي المصطلح اللي هو الداري او العام الليميتيشن اوف جوينت ريج موشن. يبقى انا النهارده لما هتكلم هتكلم على الارثروفايبروز. وات مين باي ارثروفايبروز؟ هو عباره عن انترا اور اكسترا ارتيكولار اديشنز. يبقى اديشنز انترا ارتيكولار اور اكسترا ارتيكولار. يبقى اسباب الليميتيشن اوف ريج موشن يا اما حاجه جوه المفصل يا اما حاجه جوه بره المفصل. اللي جوه المفصل ده اقدر امنع انها تحدث. اي اس اي كود اقدر اي كان اي كان اقدر امنع ده ان شاء الله نقدر نمنع ده. طب لو حصلت اقدر افكها ان شاء الله. طب نفهم ده ازاي؟ ده اللي عايزين نتكلم فيه على مستوى الشولدر لكن هيومر جوينتس مينلي على مستوى الايكو جوينت سواء كان هيومر اكتر هيومر ريبيس هيومر اكتر جوينتس او انفيريو اكتر جوينتس او على مستوى الريست ريديو كاربل او انتر كاربل او كاربو انتر كاربل او انتر كاربل او انتر ثلانجر جوينتس. يعني رحله طويله شويه هنيجي فيها بسرعه. يبقى ارجع تاني يعني ايه ارثو فيبروزس انترا اور اكسترا ارتيكولار اديشنز. يبقى اي مفصل جواه اديشنز جوه المفصل تمنع الرولينج والجلايدنج الرولينج والجلايدنج هي جوينت ارثو كينيماتكس دي هتعمل ارثو فيبروزس. اي تايبس في الكبسول اللي قربوا الجوينت سواء ليجامنتس او كبسول هيمنع المفصل يتحرك. اي تايبس في المسلز اللي قربوا الجوينتس نفسه سواء لو انا بتكلم على الايه فليكسور او ستيزر هتمنع الريت اوف موشن. يبقى الاسباب يا اما ارثو كينيماتكس يا اما اوستو كينيماتكس. ارثو كينيماتكس انتر ارتيكولار اوستو كينيماتكس هي اكسترا ارتيكولار. نكست ده التعريف الاولاني. احنا الالتيميت جول اوف ريهابيتيشن اللي اتكلم عليه وصلنا الدكتور حسان ان احنا لنا هدف تو انتروديوس تو بريديوس بين فري فانكشنال موشن بين فري فانكشنال موشن. العيان جاي العياده عشان يتعالج مش عشان يتعذب. العيان جاي العيادة عشان يتعالج مش عشان يتعذب. ده مبدا اساسي. يعني عيان الستيفنس نو بين نو جين ده اسلوب حياه مش اسلوب علاج. اي امبوليزيشن لو فيها بين في حاجه غلط. اي امبوليزيشن لو فيها بين في حاجه غلط. دي لا تسمى امبوليزيشن تسمى تعذيبيشن. يبقى امبوليزيشن مفيش بين. جريد 1 و 2 امبوليزيشن ديوريشن البين انا بطلع عباره 4 ادوار. ازاي اطلع الثالث والرابع وانا ما عدتش على الاول والثاني؟ ازاي ان انا اقول ان انا هعمل امبوليزيشن يعني انتر ارتكولار جوينت موشن والعيان عنده بين وعنده مصر سباسك؟ بأي منطق؟ بأي منطق؟ المفصل هيفتح نفسه ازاي؟ يبقى واحد تو ريديوس بين فري فانكشنال موشن اند سترينز. النقطة الثانية تو ريستور اند اوبتمايز سوفت تيشو بالانس اند جلايد. العيان عامل عملية سواء لو في التندون في الهاند عند التندونز بتاعت الفليكسور او الاكستنسور بتجلايد الكورسز بتاعها. لو انا بتكلم في عيان عامل في الكف التندون بتاع السوبر سباينيتس معدي سبع كوبل بس في الكف عيان عامل بانكر او سلاب ايجنز ده التشو لازم تجلايد اوفر اتش اذر. يبقى لازم التندون والسكين نفسه. الدكتور حسان عمل الجرافتنج وعمل الافلام وعمل الريبير وبعد كده المفروض التشو ليرز يعني النيرف بتجلايد في الشيز بتاعه. الارتر فينز ده ما بتجلايد فيها. النقطه الثانيه المصل بتجلايد على البول. يبقى لازم اعمل بالانس بين المصل والتشو نفسها انها تجلايد. ده من التارجت بتاعي في التريتمنت. نكست ايه؟ مفيش حاجه اسمها ستامبل. مفيش حاجه اسمها ستامبل. بروتوكول ار ايفالويشن بيز كل عيان حاله قايمه بذاتها. كل عيان حاله قايمه بذاتها. احنا يجينا العيان بنسمعه ليسن لوك موف تاتش. بيبقى دي الاساسيه بتاعتنا ليسن لوك موف تاتش. اسال العيان يستمع له يستمع له. يعني انا النهارده بتعامل مع عيان فراكشر شولدر الفراكشر انتر سابترو كانتريك او سب سيرجيكال ليك او اناتوميكال ليك او افالج جريتر تيبروستي او ليسر تيبروستي الهيد اوف ذا هيومرس غير عيان الشافت اوف ذا هيومرس. ليه؟ الشافت اوف ذا هيومرس ده كومبا كود الهيد بتاعه 4 ل 6 شهور او من 3 ل 6 شهور فلازم احترم ده. عيان فراكشرز اللي هو نيك او
او هيت مش هيهمرس غير عين السوبر كومبايلر. يوم السوبر كومبايلر هيهمرس على ايه؟ السوبر كومبايلر او الهيت او الهيت هيهمرس ده كانسلس. كانسلس هون يعني هيت اسرع. الهيت بتاعي من اربعه لست اسابيع او سته لثمان اسابيع ماكسيم. اما الهيت بتاع الكومباك بون اللي هو الشافت بتاع الهيومرس او الشافت بتاع الريبلس والالما او الشافت بتاع الانترفالانجيال جوز ده مانسس. فلازم احترم ده. فالتريتمنت بتاع كل عيان مش كل عيان ستيفنس انترفالانجيال جوز او ستيفنس الجو او ستيفنس الشولدر هيتعامل زي بعض. في رولز اساسيه وعليه احنا ما بنتابعش الايفالويشن البروتوكول او الايفالويشن بيز. يعني كل عيان بناء على حالته. عيان عنده 40 سنه، عيان عنده 60 سنه هتختلف. عيان ده عنده 40 سنه ودايابيتيك وهايبر تنسر و و و والكلام ده كله، هل هعمله في عيان ميديكال فري؟ ما الهيلينج بتاع ده مختلف، يعني الهيلينج نفسه الفسيولوجي نفسه بتاعه مختلف، الفسيولوجي ده غير الفسيولوجي ده، وبالتالي الهيلينج بتاعه سواء تندر سواء ليجن سواء هون هيختلف، سواء لابيا بزوجيت شولدر هيختلف، بناء على ايه؟ بناء على الاهل. يبقى لازم نحترم واحد اناتومي ولسه باثولوجي. المشكله ايه وفين؟ اثنين فيسيولوجي. يعني العيان ده سنه فيسيولوجيكال كرونولوجيكال ده كله لازم يحترم ويتحط. الهيلينج طيب ايه؟ يعني انا ما اقولش ان انا النهارده عيان عنده تند ريبير في الشولدر وعيان كروماتيك تير هل هعمله زي عيان كروماتيك تير؟ يعني انا هيت تند انقطع منه لوحده غير عيان وقع والتند بتاعه اتقطع. التيش ده هو التيش كواليتي، يعني التيش قوي، فبالتالي الهيلينج بتاعه هيبقى اصغر. يبقى انا لو هتكلم عشان اعمل اكتف فيه او بس مع عيان ده غير العيان ده كومبليت هيختلف. عيان النهارده اوستيوبروتيك عنده 40 سنه عنده 60 65 سنه ووقع واتكسر، هل الهيلينج بتاعه هيبقى زي عيان عنده 40 سنه وقع واتكسر؟ الهيلينج بتاعه ده هيختلف. لازم احترم الفسيولوجي. رقم ثلاثه بايوميكانكس. بايوميكانكس والمنظور بتاع البايوميكانكس احنا هنقول كينسولوجيكال بوينت فيو. منظور ان انا هحرك مين وامتى وفين ازاي. يبقى انا النهارده لما بتكلم على شولدر يبقى لازم افهم الشولدر ده مين. هو شولدر جاي من كومبلكس. يا جماعه دي بصوا في الاخر يا جماعه بصوا المجموعه اللي في الاخر دكاتره عايز تتكلموا اتفضلوا بره. لا الاحترام فيها ده مكان. يبقى لازم افهم الشولدر مين الشولدر. اولا كون ميكانيكال بوينت فيو انا عندي ستيبتو كاتيبلر اكتوميو كاتيبلر لين هيومرال جوينتس وسكابروس راسك ارتكليشن. يبقى لازم ده يكون مفهوم عشان ابدا عارف وين تو افضل اباي وين تو اباي وين تو اباي هاو تو اباي وعليه هقدر اعمل الشيء المظبوط في المكان المظبوط في الوقت المظبوط. يبقى الميكانيكس رقم واحد رقم ثلاثه ثم بعد ذلك السيرجن. هو الجراح بتاعي عامل ايه؟ مسمي الكي واكس عامل انت لوكينج عامل ليبوس كروم عامل انتر ميدالري عامل ريفيكس مسدد بشرايح بشكل معين السيرجن نفسها لو انا بتكلم في هون وفراكشر فيكسيشن ولا علق العيان هيموبولايزيشن معلق ايده ومعلق ايه ده تراك. يبقى السيرجن لازم افهمها. طب السيرجن ده كان فيه اسوشيتد سيرجن مع العمليه؟ يعني العيان ده لما عمل كان عامل فيه استجراف ولا لا؟ كان في فاسكولار انجن ايشو ولا لا؟ ولا القصه كانت جاست بيور تندون او لابيا ريبير او جود هيت او جود فراكشرز؟ ده كله لازم يبقى عندي. عشان كده ما ينفعش اللي اشتغل في الجزء المنعزل. لازم انا كدكتور علاج طبيعي او كلينيكال سيرابيست ان دايركت كونتاكت مع الجراح بتاعي. انا بقولها دايما لعيالي احنا مثلث ثلاث اضلاع. حضرتك كبيشنت القاعده وعنده العين حضرتك طبع انا طبع والجراح طبع. احنا الثلاثه لو حضرتك تقدر تشيلنا وتطلع ايه؟ يبقى العيان السيرابيست السيرجن او الاجري. لو الثلاثه متعاونين مع بعض هنقدر نوصل للي احنا عايزينه. ده الاربعه مبادئ. يلا واحد اناتومي، اثنين فيسيولوجي، ثلاثه بايوميكانكس، اربعه سيرجن. الحاجات دي لازم تبقى عندي واعرفها كويس قوي عشان بناء عليها اقدر احط ماي بلان اوف تريتمنت اللي هو بروتوكول او ايفالويشن بيز بيشنت سنتر. يبقى انا بفصل البرنامج بتاعي لكل عيان على حسب حالته بالتفصيل. حاجات مهمه جدا لازم نشيلها من الميديكال شارت بتاعنا. اكسلريتد اور اجريسيف بروتوكول الكلام ده عيب ان احنا نقوله في سنه 2024. فانكشنال بروجريشن اور فيسيولوجيكال ودي بقولها بمنتهى البساطه ان العيان قادر ما اتوجعش
والوجع فيسيولوجيكال ده ايه؟ طيب في ايه؟ يعني انا احترمت الفسيولوجي، احترمت الهيل، الهيل بتاع تلك الهيل توليد الكف على سبيل المثال مايلوت الدنيا دونشر، يعني الهيل التندو من مصر للتندو، غير الهيل الكريم ده صار اساس، غير الهيل ما بين التندو والمور هيختلف. الهيل بتاع التندو من كروماتيك ليجن غير الهيل بتاع التندو في التروما، يعني التروما التندو انتهى اربع حاجات لازم تدمجنا عشان اقدر احط بلان في
اطلع بقى كده واشوف اول نقطه بالنسبه لنا في الحته بتاعتنا او المحطه بالنسبه لنا او المحطه رقم 2 هي عباره عن هاو فيزيكلي تو ديفرنشيت بين ديفرنت بارت اوف ذا هيمي هومرال كبسول. الكبسول بتاع الشولدر او الهيمي هومرال هو احنا عندنا حاجه اسمها كبسول بكت وذا هيمي هومرال جوينتس. الهيمي هومرال جوينتس ده بوينت سوري يبقى سيتي دي وفيلر في فليكشن اكستنشن ابدكشن ادكشن اكسترنال انترنال روتيشن. يبقى عنده كبسول بكت في كبسول في كبسول. الكبسول ده ليه بكت معين لو هو موجود يبقى تايب سيتي كبسول. اقدر اعرف ده كلينيكال ازاي ويتش بطن في الكبسول هياثر ازاي على الهاو تو تريت. يبقى انا النهارده لو عرفت اي جزء من الكبسول هو اللي في التايبس وايه اللي وصل لي يبقى اقدر اعمل ستريتش النقطه دي او احطه في وضع معين يخليه في الوضع ده فيقدر يمنع التايبس او المشكله بعد كده. يبقى الكبسول بتاع الشولدر عندي انتيريور كبسول انتيريور كبسول وستيريور كبسول. الانتيريور كبسول دايما الهيد كونفكس والهيد رايت اورجانيك. يبقى الهيد بيتحرك كونفكس على كونكيف اكوردنج تو كيلتون بول رولز او كونفكس كونكيف رول هيكون الاتي لما يتحرك كونفكس سيرفيس على كونكيف سيرفيس اوبسيت دايركشن. يبقى اثناء الاكسترنال روتيشن هيد ديفايد انتيريور اثناء الابداكشن هيد ديفايد انتيريور اثناء الانترنال روتيشن الهيد هتبلاي بوستيريور. وعليه لو انا عندي النهارده تايب اسمه ذا انتيريور كبسول هيليمت الاكسترنال روتيشن. لو عندي تايب اسمه ذا انتيريور كبسول هيليمت الابداكشن. لو عندي تايب اسمه ذا بوستيريور كبسول هيليمت الانترنال روتيشن. يبقى نقيسها كده اوستوكينيماتكس واخر كينيماتكس. اوستوكينيماتكس التايب اسمه ذا بوستيريور كبسول هيليمت الانترنال روتيشن. التايب اسمه ذا انتيريور كبسول هيليمت الاكسترنال روتيشن. التايب اسمه ذا انتيريور كبسول هيليمت الابداكشن. يبقى اساسي اكسترنال ده انتيريور انترنال وستيريور ابداكشن انتيريور. الكابسول الباتر مسجل يوم الجوينتس اكورد تو سيرياكس اس اكسترنال ابداكشن انترنال. يبقى الموست ليميت ريت فعال الشولدر هيبقى 3 2 1 اكسترنال ابداكشن انترنال. يبقى انا النهارده الاصعب في الليميتيشن في الريج موشن في الشولدر از اكسترنال. يا ليه الابداكشن يا ليه الانترنال. يبقى اقل صعوبه في الليميتيشن في الانترنال موشن اوف ذا شولدر از الانترنال. الانترنال او المسترد والانترنال سكندري تو ذا تايتنس اوف ذا بوستيريور كبسول. الاكسترنال از سكندري تو ذا تايتنس اوف ذا انتيريور كبسول. الابداكشن سكندري تو ذا تايتنس اوف ذا انتيريور كبسول. يبقى انا لو قدرت باي شكل او باخر احافظ على الفلكسبيليتي فلكسبيليتي اوف قدرت احافظ على الاكسترنال والابداكشن والانترنال. دي ارض كينيماتكس. طب خد بقى الثانيه الانترنال روتيشن ريت بوستيريور كبسول تايتنس ليد تو ذا انترنال روتيشن ريت موشن ارض كينيماتكس اند فورورد فليكشن اوستو كينيماتكس اند هورزونتال ابداكشن اوستو كينيماتكس. يبقى لو عندي تايتنس بوستيريور كبسول هيليمت الفليكشن ارض كينيماتكس الانترنال وستو كينيماتكس هيليمت الفورورد فليكشن والهورزونتال ادكشن. طب لو عندي ليميتد اكسترنال روتيشن او انتيريور كبسول هيليمت الاكسترنال روتيشن ارض كينيماتكس الهورزونتال ادكشن وستو كينيماتكس الاكستنشن وستو كينيماتكس. اقولها تاني وستو كينيماتكس ارض كينيماتكس اكسترنال وستو كينيماتكس هيليمت الاكستنشن هيليمت الهورزونتال
من جوه انا منعته. طب كلوز باك بوزيشن يعني ايه؟ ماكسيمم اوفر تنشن او ستريتش على كل الاكسترا ارتكبر، اللاتر الكولاتر المشدود، الميديا الكولاتر المشدود، والبوستيري الكابسول المشدود، والبوستيري الكابسول هيليمت مين؟ هيليمت الفليكشن، والميديا الكولاتر واللاتر الكولاتر لو فيهم تايتس هيليمت الاكستنشن وهيليمت الفليكشن. يبقى انا النهارده لو وصلت دي انا منعت، وهكذا اقدر اطبق القاعده دي. الكلوز باك بوزيشن مسجله نمرك في الوضع اللي بيطلع في البيتزا عباره عن مين؟ فليكشن 90 ابدكشن 90 اكسترنال روتيشن 90. على فكره لما بعمل كده اي مين ات بعيد، عشان لما تبقى حضرتك تقف تقيم العيان بتاع الفليكشن تقف في جنبه، لما تشوف الابدكشن تقف في وشه او في ظهره، لما تشوف الاكسترنال او الانترنال روتيشن تقف على راسك عشان تقيمه صح. سو دايمنشن اناليسيس ما تبقاش بتقيم لما ترفعها لفوق
الاولاني فايت الاب ده لو سمحت. استنى لا مش اللي الروتيشن وهيلمت الفورورد فيكشن.
كلينيكال بيلد وين انتروديوس الاسترتش. لازم تطبق الاسترتش على العيان وتخلي العيان يحس بالاسترتش في المكان اللي انت عايزه. بعد كده تقوم روح طبق في البيت. غير كده اعمل ورقه. ولازم لما يعمل استرتش ما يحسش بالساينز اند سيمبتومز اوف انفيرجن، ما يحسش بايه طبعا كرومل اور بيرس، يعني ما يحسش بيه في مكان او لا، يحس الاسترتش ده احساس الاسترتش في مكان الاسترتش في مكان كويس حتى كده. نيكست ده بلوس اتموس دي بقى. نيكست المحطه الثالثه، المحطه الثالثه فيزيكال سيرفي جايد لاين انديفيدجوال اند تريتمنت تو ايج جوينتس. ليه ده عباره عن ايه؟ ليه ده عباره عن هنج يوني اكسل فيه هيمورامر وتيمورينيا عندي مرض كلاتر ليجر تريجر كلاتر ليجرز الريد الاخر كلاتر ليجرز ثلاثه ادينو وسيرو ترانسفير بان ومعاهم الادر ليجر من جوه عندي لاتر كلاتر ليجر هيومور هيومورينيا والهيومور ايجن رقم واحد والهيومور اخر. يبقى لك الهيومور اخر والهيومور ايجن ده والانجل ده اللاتر كلاتر الميتر كلاتر سي ميتر كلاتر ليجن ده هيومور اخر ليجن انتيجي بوستيرو ترانسفير بان. ليه بقول الكلام ده؟ طالما عندي اثنين كولاترالز طالما عندي اثنين كولاترالز يبقى دي هين جوينتس، طالما عندي هين جوينتس يبقى اكستنشن قاعده اصليه. الهنج او موديفايد هنج فيرست تو جيت موبيليتي تو هاد تو بيت اكستنشن. الالبو مش يوني اكسل، الالبو كونجوينت موشن. يعني ايه كونجوينت موشن؟ زي الني، الني فيها اكستنشن اد اكسترنال روتيشن فليكشن اد انترنال روتيشن. يبقى الني فيها فليكشن اد انترنال اكستنشن اد اكسترنال. الالبو في فليكشن سوبايديشن ابدكشن اكستنشن برونيشن ادكشن. الالبو فليكشن سوبايديشن ابدكشن فليك فليكشن سوبايديشن ابدكشن اكستنشن بشيل حاجه كده اهي ده الفانكشن بتاعه فليكشن سوبايديشن اير اكستنشن برونيشن اير ده اسمها كونجوينت موشن. بمعنى ايه؟ لو انا النهارده بشتغل معايا الالبو نكس نكس ده الالبو شكله في هيمور اكتر وفي مونيتر وفي اكتر جوينتس ثلاثه ترو جوينتس وان كابسول. يبقى عندي ثلاثه ترو جوينتس وان كابسول هيمور اكتر هيمور ريجا سبيريتو اكتر جوينتس عندي لاتر كولاتر ميتر كولاتر خلصناهم. انا الليجامنت لازم افهمه ده انا ده اي سي زي ما بقول لك اسم حضرتك ايه كل كده غير كده مش مقبول. تكسي فرانشايز يبقى كامل الايجو لما اتكلم عنه عشان اجيب فليكشن I had to get work to get subordination. عشان اجيب extension I had to work to get coordination. يبقى انا النهارده لو عامل بينهم عشان اجيب السبورديشن عشان اجيب الفليكشن اشتغل على السبورديشن واشتغل على الابدكشن يعني الميديا كلها اللي عشان اجيب extension لازم اشتغل على الكوردينيشن واشتغل على الابدكشن كلها. دي نقطه. نقطه ثانيه النهارده لا ثانيه دي نقطه مهمه جدا. لسه الريت الفراكشر هيك عباره عن 33% السوبرا كوندايلر او كوندايلر فراكشر سواء سوبرا كوندايلر انتر كوندايلر كلاس كوندايلر سوبرا كوندايلر انتر كوندايلر كلاس كوندايلر الكوندايلر فراكشر بس 27% الهيك ريتس 33 الاوبينيون فراكشر 20% الكرويد فراكشر 20% كل واحده من دي بيصحبها ليميتيشن ريت موشن باتر مصاحب ايه؟ نكس نكس
لما يكون عندي الاوبين لسه الاستنى ماشي جاي هنا ارجع هنا ماشي الاوبين الاكستنشن للبرونيشن الرجل هنا هيبقى اكستنشن الاوبين فاشل اكستنشن للفليكشن الاوبين اكستنشن ثم الفليكشن الصعوبه هيبقى اكستنشن وبعد فليكشن الرجل كراكشن اكستنشن والبرونيشن اللي كنت ضايل كراكشن فليكشن اللي بيتشال اكتر اللي بيتشال باكتر فليكشن والاكستنشن بعدها هتبدا بالديبلي القاعده الاصليه هتبقى اكستنشن بعد ذلك هتلاقي الريزيست بالنسبه لك المتاخر بالنسبه لك في الاوبينيان كراكشن اكستنشن ثم بعد ذلك الفليكشن في الريدر كراكشن اكستنشن وبعد كده الكورنيشن هاي صعوبه في الكوندايلر كراكشن الفليكشن اصعب ثم الاكستنشن بعد الكابيتال كراكشن هتلاقي السوبرنيشن اصعب من الكورنيشن نكست اي اسم نكست اي اسسمنت لعيال كانت فيسيولوجيكال بس فيسيولوجيكال بس الاكسسري بناء عليه هقدر احدد هي اكسترا ارتيكولار وانتر ارتيكولار اكسترا Extension. واحد كان اوبسيت دايركشن عاوز اضغط اعمل واحد حاجه عاوز
ليه لازم اروح عند الاب؟ طب الفانكشن بتاع الريسك بالنسبه لي يهمني رقم واحد اجاني الاكستنشن في الريسك مش اكستنشن. يبقى في الريسك فانكشن عشان اقدر اكسب وهل الجريد بتاعي يهمني الاكستنشن، لان الاكستنشن في الريسك هيلعب دور كبير جدا في الباسف والابس في السفشنسي بتاعت التيرمال بتاعت مين؟ الهم. يبقى انا لو عندي ريسك ما بجيبش ستيب اي هاف تو ورك از ماتش از بوسبل تو جيت اكستنشن عشان احافظ على مكان الاضمان بتاع لو ما تريدش سواء مانتس او سواء في الشارع عشان تقدر تعمل الرزق بانواعه. ده عن طريق ان انا اجيب الاكستنشن. والاكستنشن مصاحبه مين؟ دايما ريبلانتيشن. والفليكشن دايما مصاحبه مين؟ اقرب ريبلانتيشن كلها قصه جدا خاصه جدا بمين؟ بالصندوق الاسود بتاع الهم اللي هو الدي دي سي ترايبر فايبر بارك مش وقتها دلوقتي. بس مبدئيا عشان اجيب اكستنشن هشتغل على ريبلانتيشن. عشان اجيب فليكشن هشتغل على مين؟ على الارض اللي جنب في الحال. فليكشن ارض اكستنشن يطلع كده. يبقى لازم افكر برين برين دازنت نو انيثينج اباوت موشن بس نو انيثينج اباوت فانكشن ان تو ار بيبل تو فانكشن. رحمه الله الاستاذ الدكتور جميل حالي هو من زرع هذا فينا ابنائه واحفاده. رحمه الله الاستاذ الدكتور جميل حالي هو من زرع هذا فينا وي ار بيبل تو فانكشن. احنا دورنا عايزين نتكلم فلازم تفكيرك يكون فروم فانكشنال بوينت فيو. يبقى بتكلم النهارده اكستنشن اكستنشن ريبليكيشن فيشن اوت ريبليكيشن. خلاص خلصنا اوبت دايركشن نيجاتيف اللي انت كربل جوينت فاعملها مش نفس الطريقه. وبعد كده دي كربل انت كربل جوينت اعملها مونيزيشن عشان لها رول في الريت. بعد كده نيجاتيف كربل انت كربل جوينت استراكشن عشان لها رول في الشركه وارجع لها مش حاسس بعد كده الصم. والصم كام يوم؟ الصم سدد. يعني ايه سدد؟ سدد يعني فيكس على كوكيت سامبل اوف دايركشن فيكس على كوكيت دايركشن هو فيكس على كوكيت على كوكيت فليكشن اكستنشن في الاب دامشن اب دامشن اوبسيت. يبقى الصم اب اوبسيت فليكشن اكستنشن سيم فليكشن اكستنشن سيم اب اوبسيت. شكرا. نكست ده الصم ده الشكل بتاعه والصم قصه لوحده. نكست كاربو متكاربل جوينتس. الكاربو متكاربل جوينتس يجري فيها فليكشن لان هي لازم تتفكس عشان امسك لازم تحصل فليكشن في مين؟ في الكاربو متكاربل جوينتس. يبقى يهمني في الكاربو متكاربل مين؟ لذلك كل السبليت والحاجات اللي فيها او الفليكشن بتاعت الجراحيه بتاعها حاطه ايه؟ في الوضع ده عشان الفانكشن بتاع الكاربو متكاربل. والكاربو متكاربل جوينتس فلما هتلاقي في ستاتيك هتلاقي في دايما بايبس في الدورسال فاشيا بتاع الهند. يبقى مش هنركز على الموديليشن هنركز على الستريشن بتاع الدورسال بتاع مين؟ الهند. نكست بعد كده بتكرر فرانجيال جوينتس بتكرر دايما بتكرر فرانجيال جوينتس يهمني في الفليكشن ودايما مش هتلاقي محتاج موديليشن دايما هيبقى يمين انديكيت تو ستريشن الدورسال بتاع الهند. نكست هو في كوندايلوت في الفليكشن وهتفشل وهتفشل. نكست يا جماعه والفيرست ليجوان قصه والسكند ليج قصه. بعد كده الميتا كاربو فرنجن جوينتس. نكست اللي انت تقول لي يعني دي الصوره اللي قبلها معلش انا اسف اللي قبلها ده الموديشن بتاع الصام نفسه والموديشن بتاع الميتا فرنجن جوينتس. الميتا فرنجن جوينتس سيم الكاربو متكاربو جوينتس سيم كل الهند ما عدا الريست الصام ابدكشن وادكشن الصام ابدكشن ادكشن اوبزيت والكارب اللي بيجي الكارب اوبزيت بقيه الهاند سيم. يبقى واحد